سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، مرحبا بكم. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات رعدية محليا قوية من 40 إلى 70 ملم مصحوبة بالبرد مرتقبة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة 11 صباحا إلى حدود 11 ليلا، بكل من إفران، الحاجب، صفرو، فاس، تازة، تونات، الحسيمة وشفشاون. كما ستهم زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد كل من عمالات وأقاليم الحوز، مراكش، أزيلال، قلعة سراغنة، الفقيه بن صالح، خريبكة، قرسيف، تورير، جرادة، وجدة، أنقاد، بركان والناظور، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة 5 بعد الزوال إلى منتصف نهار يوم غد الأربعاء.